كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. فقدان الثقة من طرف الجمهور والرأي العام في هذا الإعلان لدرجة حتى نشرات الطقس التي يقدمها الإعلام الرسمي لا يثق فيها المواطن العربي، فبالأحرى أن يثق في المشاريع التي يروجها. مشاركتي في هذا المؤتمر الذي يتناول الإعلام الإنمائي وأدواره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب والعالم العربي في ظل ما يعرف بالنموذج التنموي في بلادنا. وأعتقد أن مشاركة مجموعة من الفاعلين لا على المستوى الوطني ولا على المستوى العربي يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا المؤتمر، من حيث أنه سيقدم مجموعة من التوصيات من أجل بطبيعة الحال محاولة النظر إليها من قبل المتخصصين في المجال الإعلامي وأيضا الطرفي الرسميين. ما أؤكد عليه هو أن الإعلام التنموي لا زال للأسف لا يفعل في المغرب بحكم أن ليس هناك تخصص وليس هناك صحفيين متخصصين في هذا المجال، وتقتصر يعني تدخلاتهم وعملهم على مستوى تغطية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية دون أن يكون لهم يعني دور في تحريك ملفات الفساد، في فضح بعض الممارسات المشينة، وأيضا القيام بمجموعة من الاستقصاءات والتحريات التي تصب في خدمة الإنسان المغربي والارتقاء به. بعد الحادثة لدينا كثير من المقترحات والتوصيات من كل من الأساتذة الأفاضل والطلبة الباحثين والمشاركين في المؤتمر، نوجز منها ما يلي، سوف بإذن الله توزع عليكم تباعا بعد إعادة تلقيحها. نقول مع اختتام أجرال المؤتمر الدولي الإعلام والتواصل الإنمائي الأدوار في خدمة التنمية المنظم بمدينة إفران يومي 4 و5 نوفمبر من قبل مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والاتصال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لتنمية الإعلام والاتصال والجماعة الترابية بإفران. نرفع التهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبات احتفالات الشعب المغربي للذكرى السنوية للمسيرة الخضراء المضفرة، مشيدين بالتجربة المغربية العريقة في التنمية. كما أصدر المؤتمر التوصيات التالية التي ساهم في إعدادها المشاركون في المؤتمر بكافة فئاتها، ومنها تشجيع المراكز البحثية في المختبرات على إنجاز بحوث وأطروحات جامعية في مجال الإعلام والتواصل الإنمائي، دعوة المؤسسات الإعلامية والتواصلية إلى تكثيف مساحة التغطية والنشر للمخططات التنموية والقيام بالدور المنوط بها في إيصال المعلومة للأفراد والإسهام في المشاريع التنموية.